التشخيص المخبري للكورونا، فحص الكورونا، أخذنا فيه قرار اليوم، وبالتالي هذا بالتناسب مع اللي أصدره معالي وزير الصحة، وبالتالي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيغطي فحص الكورونا بالمراكز اللي حكى عنها معالي وزير الصحة، واللي هي 3-4 مراكز بالإضافة إلى مستشفى بيروت الحكومي، كذلك الأمر مستشفى الجامعة الأمريكية، مستشفى القديس جورجوس، ومستشفى رزق. وبالتالي يعني البشارة الأولى أنه تم الاعتراف بهذا الفحص، وسوف يبدأ تغطية الضمان الاجتماعي للفحص المخبري للكورونا. وسقف السعر اللي وضعناه هو 150 ألف كحد أقصى استناداً لقرار معالي وزير الصحة.